فرقت كتير اياد. بس طالعه حلوه. خلاص رح اموت من التعب، مو وقت مزحك. هيك بيروح الستريس. اللي في دوش عندهم هون بالنادي؟ حبيبتي هذا نادي رياضه واكيد في دوش. بس انا في عندي فكره حلوه كتير. تعالي معي. يعني على طول بتقلي تعي معي بدون ما تقلي لوين؟ لو بتقلي فتون شو رأيك نروح على هالمكان؟ وأنا بقلك يا بدي يا ما بدي، أنت لازم تخليني أختار، ما بيكون هيك أحسن بكتير؟ فتون؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ تحركي. تعالي. إياد؟ ليش جبتني على المسبح؟ أجينا لحتى نتفرج عليه. برأيك شو بينعمل بالمسبح بالله؟ ما بعرف بصراحة. شو هاد إياد؟ لك طول بالك. اصحك هلأ بتمرق. شو مفكرة جايبك لحتى تتفرجي على المسبح؟ يلا انزلي بقى. لا يسلم ايديك حياتي ما بدي. اي طبعا لاني خويفة. لا مو هيك. انا ما بدي. شو ما بتعرفي تسبحي فتون؟ مع اني متذكر وقت اللي وقعتي بالمسبح. وقتها زحطت رجلي ووقعت بالمسبح. وعلى فكرة ما تحاول تكبر براسي، ما رح انزل ابدا. اي خلص على راحتك. بس على فكرة السباحة بتريح من التوتر كتير. ها قديشك جباني. يلا يا بطة. اياد اياد لك اطلع اياد. خلص بقى اياد اياد لك اياد معلش تطلع. فتون 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 صار لك شيء؟ خوفتني عليك. اياد اصحك تتركني مرة تانية ماشي؟ اصحك متت من خوفي. خليك معي حبيبي، خليك جنبي على طول. شو ما صار اصحك تتركني. دقات قلبي عم تسمعيهم؟ حاسه فيهم؟ سريعة كتير. قلبي إليك. دقات قلبي عم تسمعه؟ سريعة كتير. كل دقة منهم إلك. قلبين هيك قال الرسام. ايه قلبين كل واحد بجسم بس سوا بدقه. أنا أنت وأنت أنا على طول العمر. على طول العمر. أنت لساتك مرعوبة؟ لا. شو منسبح شوي؟ يلا يلا تعالي.
بعتذر كتير. ليش؟ على شو؟ كل شي مخطط له أنا خربت لك يا متوترة، مو قدرانة ما أفكر بمشكلتي. مو مشكلة قولي. إياد، شو لو مونيكا ما حبتني؟ شو لو رفعت علي دعوة هلا؟ يعني فوق ما قصقصت لها فساتينها اللي مصممتهم، حرقت لها برداية مدري كم ألف حقها، هلا شلون بدها تمرق لي كل هالقصص؟ الليل لما بيسود كتير بيكون الوقت اللي بيسبق الفجر. وهذا الفجر امتى رح يجي بحياتي؟ لا تقلقي بيجي، انتي رايحي حالك وانطري. وانا برأيي مونيكا بالرغم من كل شي صار حبتك. يلا خلينا نروح. منروح بعدين اكيد بتكون امي اللي قلقت. يلا قومي يا طابة التوتر. وشو هاي بقى؟ لقبك، شو ما عجبك؟ لا والله ما عجبني. وأنا ما عجبني بالمرة. يلا تعي. شو بدي أعمل هلأ؟ شعري لسه ما نشف. ما ينشف، وين المشكلة؟ بالله جد ما بتعرف شو يعني بنت ترجع على البيت شعرها مبلول؟ هلأ شو بدي إلا لأمي إذا سألتني؟ بصراحة أنا ما بعرف. وفوقها كمان إذا نمتوا شعري مي بفيق راسي مثل الطبل، ومو بس هيك بفيق مرضانة. اوعك تمرضي، لازم تركزي، بكرة الصبح عندك شغل كتير لمونيكا. برأيك معقول انسى انه في شغل لمونيكا؟ ليش عم اقدر فكر بموضوع تاني؟ فكري، فكري بشي غيره، مثلا فكري فيني، بحبنا، بالمسبح. اصحك تفتح هيك مواضيع هون، مو شايف وصلنا على الحارة؟ أدى ما بيصير نحكي بالحارة احاديث خاصة، هالشي ممنوع. فيني أخذ بوسة من خدك؟ خذ بوسة فوراً وبلا ما يشوفك حدا. يلا برافو عليك، شكراً كتير إياد، لأنه أنت تحملت غلاظتي وتحملت فوق غلاظة مونيكا بس كرمالي. كرمالك كل شي بعمله. بعرف، وأنا كمان. يلا بدي روح. جود نايت. جود نايت يا سينيورا، انتبهي على حالك.